جولة تراثية ممتعة حول العالم نأخذكم إليها أحبة المشاهدين، وتحديداً سوق جارة في عمان. تعالوا معنا. سوق جارة الذي يفتتح أسبوعياً في شارع الرينبو أحد شوارع مدينة عمان القديمة، والذي يتميز بعرض الموروث الأردني، لا يقتصر ولا ينحصر بجانب معين من الفعاليات الفلكلورية والفنية، وإنما هناك أقسام خاصة لكل موهبة أو حرفة أو لوحة تعود بناظرها لجمالية الموروث وأصالته. المعرض هذا بتضمن منتجات من أشغال الستات، اللي هو مطرزات، شماغات، أكل تواسي، مخللات، مقدوس، كمان في عدا عن هيك إكسسوارات، في كمان معجنات. بالنسبة لنا نحن سوق جارة إشي كتير حلو بصير كل فترة بالصيف، قبل ما نحكي إنه هو جذب للسياحة، هو جذب للسياحة اللي يعني المحلية، يعني بيجوا من أكثر من المحافظات، مش فقط زواره من عمان. والحلو اللي بيجي بيناسب كل الأذواق، يعني بتلاقي اللي بيحب اللوحات الفنية، اللي بيحب الأعمال اليدوية، الأشغال اليدوية، الأكل، أي شيء، يعني هو بيلامس أكثر من ذوق، وبيلامس حتى الأطفال، يعني فيهم برضو يستمتعوا بسوق جارة الكبار بالعمر. حسب مختصون يستقطب سوق جارة أكثر من 10,000 زائر في اليوم الواحد، حيث يقوم المشاركون فيه بعرض منتجاتهم من الحرف اليدوية كالتطريز وصناعة الخزف والموزائيك والإكسسوارات وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم معارض فنية وحفلات موسيقية. ولم يخلو السوق من المشاركة العراقية لتعطر جو المكان بنكهتها المميزة. نقوم إحنا بورشات عمل للمهجرين ينتجون بها الفسيفساء، الأكسسوارات، الرسم على الزجاج مثل ما شفتوا، فإحنا نحاول نستعرضها يشوفها العالم كله، لأن تعرفون سوق جارة يجي به سواح أجانب أيضا، وحتى إذا شفتوا الأعلام العراقية سووها أساور جماعتنا، الانتماء للوطن. سوق جارة هذا أنا من رواده من 8 سنوات، يستضيفوني هناك فنان عراقي تشكيلي، أقعد هنا أرسم مثل ما تشوفون وتشاهدون الأعمال العراقية، ونبين قدرات العراقيين، والحمد لله قدراتنا معروفة في كل مكان، وهذا فد مكان جميل وحلو يرتادون الناس السياح والأجانب، وكل من هو لديه عمل يدوي أو فني يقدمه بهذا السوق. هاي 11 سنة احنا بنحتفل بسوق جارة. هدف سوق جارة هو خلق فرص للمشاركين بالسوق، ترويج منتجاتهم اللي بيعملوها الصنع اليدوية، سوق بيجذب السواح والرعايا الأردنيين. أعداد كبيرة من السياح ومواطني المملكة والمشاركين بمواهبهم المتميزة كانوا يعكسون للعالم خصوصية تراث المملكة الأردنية الهاشمية ومناخها الفلكلوري الممزوج بحداثة الحياة وعصريتها. كل يوم جمعة تنبعث من هذا المكان رائحة التراث والفلكلور الشعبي، فهو عبق الماضي، طعم المستقبل، وموروث المملكة الأردنية الهاشمية. لبرنامج من العالم، محمد العبدلي، عمان.